السلام عليكم ورحمة الله. إلي يتكلم من المعتقل السياسي الصحراوي محمد لامين هدي ضمن مجموعة قديم زيك، محكوم عليه ب25 سنة في سجن تيفلت الرهيب سيء الذكر، داخل في دران مفتوح عن الطعام، عادلوا اليوم 38 يوم، ما ملفت عليه ولا مسول عنه، الكلام ما تلينا جابرين عنه ولا تلينا سامعين عنه خبر، ولاني عارف هذا الحال اللي هو فيه هو شنو هو، ولاني عارف اليوم يا كانوا ميت والله حي، منزوع منه الحقوق ومنزوع منه الفراش ومنزوع منه اللباس، ولا تلا عنده شي حاله اسوء شن هي يقد يقاوم بها، ولا عنده حاله يقاوم بها، ونطالب ضري كل المنظمات، ونطالب الصليب الاحمر، ونطالب المنتظم الدولي وكل كل الدمائر الحيه بالوقوف معاه، حياته في خطر لانه ما عنده حال ولا متلفت عليه حد ولا مسول عنه حد، واللي عندهم متلفتين عليها لا يقولوا له ولا ما فت مت، وذا اللي يقولوا له بمرق بذات ما مجاوبين به، ولا يعدلوا موت تهديدات يهدوه ويهدوني انا هون، ولا فايدنا ولا انا عارفه اليوم حالي بس كل الوطن الشهر.